اسبانيا ايوا تاع على المرسه على هذه السنه هذه 4 ايام باقي ما جاش. كنقول له الا كان كيشوفني وسالوا له الفلوس يدوز عن الطاطا ديالو في مربيه تعاود تعطيه واحد 4000 اورو اخرى راه يدوزوش هاد الشيء. كيسالم مختفون اش كيديروا على الخيط وهذاك الخيط الابيض تا هو سبحان الله العظيم عمرك ما تلقى شي بن جلول ولا شي بن شعرون هابو فكروا لك يضرب واحد 12 عام ما كيهضرش مع خوه. وجات تبارك الله هذيك داسيبه الحر قالت لي الاخ ديالك راه اتصل بينا هذه 12 عام ما كتهضرش معاه بغينا نعرفوا السبب علاش تخاصمتي مع خوك هذه 12 عام ما كتهضرش معاه. قال لي علي قبل يمين ما نشوف فيه ما يشوف فيا ما نتصالح معاه ما يتصالح معايا بغينا نعرفوا السبب علاش تخاصمتي مع خوك هذه 12 عام. والو انا يلاه تزوجت مرتي كانت دوش لقيتو يطل عليها وامتى غتصالح معاه حتى يتزوج وكان طلع على مرتو ونتعادلوا. دا شوف هاد القوم كيداير الغنى بكري كان زوين. كنا في الشرق كنصنطو لكلثوم عبد الحليم فريد الاطرش كان الغنى زوين والطراب واللحن الجميل هشام كلثوم طول عمري بخاف من الحب وسرد الحب وظلم الحب لكل اصحابه. اش الغنى كي كان حلو وزوين اش كنسمعوا دابا في الشرق اركب الحنطور وتحنطر ايه. واش الغنى كي ولا في مصر ملاوط غنجيو للمغرب بكري كانت انا كنصنطو العيوط حاجتي في كريني وتكبت الخيل على الخيل والاغاني المغربيه الجميله حيدا الميلودي وحيدا وتيك تيك واضرب شي حكيك وتعيش مفيك وزير زير. دخلنا عليكم بالله واش هذا مغني ولا بزناس كيروج في المخدرات. واحد مغني اخر داك موغيت الحاج موغيت ها ويدير ها ويدير كاع سرق الزيت ديال دوزيم قتلو ها ويد ها ولد الحرام ها ويد ها. مازال معكم غدا ان شاء الله.